مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في سلسلة برامج الشارع الدبلوماسي التي تأتيكم على الهواء مباشرة من نيويورك في خلال هذا التوقيت من كل يوم أثناء هذا الأسبوع الحافل بفعاليات الجمعية العامة في بدء دورتها 74. هذه الدورة التي يشارك فيها نحو 600 رئيس دولة ونحو 200 رئيس دولة، وستضم أكثر من 600 اجتماع ثنائي وجماعي. الدورة 74 للجمعية العامة ستعرف بالتاريخ وبالدرجة الأولى بأنها دورة القمة المناخية، وسنلقي بالضوء على ما شهدته نيويورك والعالم من فعاليات نصرة للتحرك الفعال للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وفي الجزء الثاني من الشارع الدبلوماسي سنجلس حصريا مع سامح شكري وزير خارجية مصر في أول لقاء له مع الإعلام الدولي منذ وصوله إلى نيويورك، لكي نتناول معه ملفات ساخنة مثل التوترات في منطقة الخليج وملفات قطر والسودان وليبيا، وكذلك الإرهاب الخارجي الموجه ضد مصر. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. القمة المناخية التاريخية بعد ظهر اليوم هي بمثابة مهرجان دولي يهدف لاتخاذ خطوات ثابتة للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية المتصاعدة، والتي يعتبرها الأمين العام وكثيرين مثله التهديد الأكبر والأخطر للإنسانية برمتها. نيويورك شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاطات سبقت بدء أعمال الجمعية العامة، استهلتها بإضراب المدارس في أكثر من 160 دولة حول العالم الجمعة الماضية، وشمل دولا عربية. احتجاجات الشباب في نيويورك وفي كبرى المدن في العالم قادتها الناشطة السويدية غريتا ثامبرغ البالغة من العمر 16 ربيعا، والتي وصلت نيويورك مبحرة على متن قارب شراعي. أما الأمم المتحدة فقد شهدت خلال اليومين الماضيين ما يسمى بفعاليات قمة الأمم المتحدة للشباب للتغيرات المناخية، بهدف إيجاد وسيلة فعالة للتعامل مع هذه التغيرات. أما القمة المناخية فستحاول وضع خطط محددة لضمان تحديد معدل الارتفاع في درجات الحرارة بقدر درجة ونصف الدرجة مئوية بحد أقصى لتفادي أسوأ العواقب المناخية على كوكبنا. وبعد أن كشرت التغيرات المناخية عن أنيابها الفتاكة في مناطق مختلفة من العالم، ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق هدف الحد من مسببات هذه التغيرات المناخية. وكدليل على تصاعد حدة هذه الظاهرة، كان شهر يونيو الماضي الأسوأ في تاريخ أوروبا من حيث ارتفاع درجات الحرارة، بينما كان يوليو الماضي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. فدرجات الحرارة المتصاعدة تزيد من مساحة المناطق القاحلة ومن ارتفاع معدلات انهيار الأمن الغذائي ومن شح المياه وانخفاض مستوى الأنهار كما نلحظ في منطقتنا العربية. وكل هذا يؤدي لاضطرابات استغلتها منظمات إرهابية مثل داعش في زيادة أعداد أعضائها من خلال تجنيدهم مقابل الغذاء والماء. أما بالنسبة لمنطقتنا وشمال أفريقيا، تقول تقارير الأمم المتحدة أن فرص التعامل مع انعدام الأمن الغذائي فيها في تضاؤل مستمر.
تلج تلج تلج، المي فيها كتير تلج. بدي معجون أسنان واحد بيتحكم بالحساسية وبنفس الوقت بيعطيني الفوائد اليومية يلي أنا عم دور عليها، التبييض والانتعاش. طبيب الأسنان نصحني باستخدام سانسوداين لأنه هو معجون الأسنان يلي فيه فوائد اليومية يلي أنا عم دور عليها لأسناني، وبنفس الوقت بيقدر يتحكم بالحساسية. خلص معجون أسنان واحد، هو غيره ما في. كيف نروي قصة وطن بدون ما نحقق نجاح ونجاح، وبدون ما نوصل بإصرار وإصرار، وبدون ما نعمل بشغف وشغف، وبدون ما نبني بقوة وقوة؟ ما نقدر نروي قصة وطن بدون ما نروي القصة كاملة. اليوم يومنا، كلنا قصة وطن. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسعدنا الآن أن نجلس حصريا مع سامح شكري وزير خارجية مصر في أول لقاء له مع الإعلام الدولي منذ وصوله إلى نيويورك لحضور فعاليات اجتماعات الجمعية العامة. معالي الوزير سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أود أن أبدأ هذا اللقاء بمناقشة التوتر الحالي في الخليج. كيف تنظر مصر للهجوم الأخير على المنشآت النفطية السعودية في إبقيق وخريص، وهو هجوم لا على السعودية وحسب بل وعلى الاقتصاد العالمي بأكمله؟ وهل ستلعب مصر، وهذا هو الأهم، دورا مع إخوانها العرب في مواجهة التحديات للملاحة الدولية لحرمة الأراضي العربية في الخليج؟ مصر فور وقوع هذا الاعتداء أدانته بأشد العبارات، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال غير المشروعة والتي تستهدف أمن واستقرار المملكة وأمن واستقرار الخليج. الأمن القومي العربي وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعكس صحيح. ودائما مصر تؤكد أنه تعزيز هذا الأمن هو عمل متضامن ومشترك فيما بين الدول العربية، وترفض التدخلات من دول إقليمية غير عربية في محاولات لزعزعة الأمن القومي العربي. نحن نرى في هذا التطور خطير لابد من مواجهته. نعتمد على كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لكشف حقيقة هذا الاعتداء والتعامل معه في إطار الشرعية الدولية وفي إطار التضامن مع أشقاء العرب لمواجهة هذا التحدي. إلى جانب البيانات، هل هناك تنسيق حالي فعلي بينكم وبين المملكة في هذا الشأن؟ نحن دائما التنسيق وقنوات الاتصال والحوار قائمة على أعلى المستويات وبشكل مؤسسي في إطار التنسيق فيما بين الدولتين. السودان ناشدت معاليكم في بداية هذا الشهر سبتمبر بمزيد من الدعم للحكومة المدنية السودانية الجديدة، بما في ذلك رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو مدرج هناك منذ عام 93، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وإيران وسوريا طبعا. ماذا كان رد واشنطن على مناشدتك؟ هل سمعت منهم، خاصة وأن واشنطن رفعت العقوبات عن السودان في أكتوبر عام 2017؟ بالتأكيد نتوقع أن الشركاء الدوليين خاصة الولايات المتحدة تدرك تماما حجم التغيرات التي حدثت بالسودان. السودان مر بتغيير كبير أدى إلى الإنجاز الذي تحقق باعتماد المجلس السيادي وتشكيل الحكومة السودانية الحالية، وتوجهات هذه الحكومة نحو الانفتاح، نحو العمل بشكل فيه شراكة كاملة مع دول الجوار، ولكن أيضا في إطار علاقته بالمجتمع الدولي. ونحن ندعو الشركاء الأمريكيين لرفع هذه التوصيف، لأثر ذلك
وإعاقة السودان في التناول مع مؤسسات التمويل الدولية والخروج عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السودان. علاقتنا واتصالاتنا مستمرة مع الإدارة الأمريكية في توضيح الأمور، في التنسيق فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان. الآن وبوجود حكومة جديدة في السودان، هل تتوقعون حلا عن قريب للقضايا الشائكة بين البلدين، بين مصر والسودان، والتي كانت في عهد الرئيس البشير صعبة في واقع الأمر لمصر، خاصة متعلقة بالنيل، مثلا سد النيل في أثيوبيا، والمحادثات الآن بين الأطراف الثلاثة بدأت ثانية بعد توقف عام كامل؟ بالتأكيد ما استمعت إليه من خلال لقائي مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي، ومع دولة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية خلال زيارتي للخرطوم، وأيضا خلال زيارة رئيس الوزراء مؤخرا للقاهرة، بوجود إرادة سياسية قوية لتفعيل آليات التعاون والشراكة القائمة فيما بين مصر والسودان. نرى أن العلاقات القوية الراسخة بين الشعبين وتطلع كل منهما لمزيد من التعاون والفرص المتاحة، فرص حقيقية للتنمية، لرفع مستوى المعيشة، للتكامل فيما بين البلدين، أمر ضروري وحيوي. ومع وجود هذه الإرادة السياسية وهذا التحول في السودان، نتصور أننا نستطيع أن ننجز كثير من أهدافنا بما يصب في خدمة شعبي وادي النيل. بالتأكيد أن مصر والسودان دولتي مصب لنهر النيل، وقضية سد النهضة هي قضية ممتدة عبر الأربع خمس سنوات الماضية نسعى فيها للوصول إلى توافق فيما بين الدول الثلاث ينظم هذا المورد الحيوي للدول الثلاثة. وبالتأكيد أن مصر والسودان باعتبارهم دولة مصب، ومصر خاصة باعتبارها دولة تعاني من الفقر المائي وليس لديها أي مورد آخر غير مياه النيل. مصر هبة النيل، و 95% من أراضيها هي أراضي صحراوية، وبالتالي إذا كان مصر قد اعترفت لإثيوبيا بحقها في التنمية وإقامة هذا السد، فبالنسبة لمصر مياه النيل تشكل قضية حياة أو موت، ومن هنا تأتي أهمية التوصل إلى اتفاق مبني على قواعد القانون الدولي، اتفاق يحفظ للدول الثلاثة مصالحها بشكل متساوي ولا يعتدي على أي من المبادئ الخاصة بعدم الإضرار الجسيم، وهي قواعد مستقرة في القانون الدولي يجب احترامها. ماذا عن حل النزاع على المناطق الحدودية بينكم وبين السودان، واقصد بذلك حلايب وأبو رماد وشلاتين؟ هذه القضايا تتم تناولها على مستوى قيادتي البلدين، وهناك دائما اهتمام بألا تؤثر هذه القضايا على مجمل العلاقات. العلاقات القائمة بين مصر والسودان على مستوى الشعبين وعلى مستوى الآليات القائمة في إطار التعاون، القاعدة القانونية لهذا التعاون في اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة ومتشعبة، وكلها تستهدف تحقيق مصلحة حقيقية وحل يحتاج إليها كل من الشعبين، وبالتالي لدينا كثير من الجهد والعمل يجب أن نقوم به. ليبيا، كتبتم رسالة للبعثة الأممية في ليبيا أنسمل تطالبونهم بالتعاون مع مجلس النواب الليبي وإيجاد الحل للأزمة، وطالبتم بتوزيع الثروة الليبية بصوت عادلة وشفافة وحل الميليشيات المسلحة، الأمر الذي أغضب حكومة الوفاق واتهم مصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ما ردكم عليها؟ في الهيئة مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وخاصة الدول الشقيقة ودول الجوار، ولكن الأوضاع في ليبيا يحكمها الاتفاق السياسي، والاتفاق السياسي هو الذي نحن نعتد به ونطالب بتنفيذه الكامل. وتصور أنه في كثير من المناحي اللي سيادتك ذكرتها الآن هذا الاتفاق غير نافذ، وعدم نفاذه ربما هو من ضمن المشاكل القائمة. إذا أخذنا كمثل لذلك المجلس الرئاسي في حد ذاته، المجلس الرئاسي وفقا للاتفاق السياسي مفروض أن يشكل من 9 أعضاء، حاليا ليس به إلا الرئاسة، ولكن هذا لا ينتقص من الشرعية التي أضفاها المجلس الأمن على الاتفاق السياسي وضرورة تفعيله. وأيضا هناك
احتياج لأن تكون الحكومة حكومة معتمدة من قبل مجلس النواب، السلطة التشريعية المنتخبة في 2014 التي لم تعتمد حتى الآن الحكومة. فهناك نواقص في تنفيذ الاتفاق السياسي يجب ضرورة الانتهاء منها حتى يكون هناك مسار لإنهاء هذه الأزمة. ولكن بالتأكيد أنه هناك شكاوي من عدم التوزيع العادل للثروة، يجب أن يتم التحقق من ذلك. ولكن أهم من كل ما سبق ضرورة تدعيم المؤسسات الوطنية الشرعية، وهذه المؤسسات السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، القضائية، وضمن السلطة التنفيذية بالتأكيد القوات المسلحة التي هي صاحبة الحق الأصيل في الدفاع عن الدولة وفي حمل السلاح، هي والشرطة المدنية. فليس من المعقول أن تكون ليبيا بهذا القدر من تعداد الميليشيات الحاملة للسلاح خارج نطاق الدولة، والتي تهدد الأمن والاستقرار، والتي كثير منها أيضا ينتمي إلى توجهات تطرف وإرهاب. فهذا أمر أدى إلى إطالة أمد الأزمة ويهدد أمن واستقرار ليبيا ويهدد مقدرات الشعب الليبي. فضرورة أن يتم التنفيذ الكامل وفقا للاتفاق السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن والخطط، وأن يستمر المبعوث الأممي في وصول إلى توافق ليبي. في نهاية الأمر هي قضية ليبية ولابد أن تحل كقضية ليبية، ولابد أن نحيد عن التدخلات الخارجية وهي عديدة في الساحة الليبية والتي تعقد الموقف لارتكان أي من الأطراف إلى هذه التأثيرات الخارجية. مصر لا تتدخل في شؤون جيرانها، وكان لها ما يدفعها إلى ذلك في حالة الاستهداف، في حالة النفاذ من الحدود الغربية للعناصر الإرهابية بشكل مستمر، وطبعا الاعتداءات التي تمت على مواطنيها سواء في ليبيا أو في الأراضي المصرية في غرب البلاد. أستاذ سلام، المبعوث الخاص تحدث بلهجة شديدة داخل مجلس الأمن حول تدفق الأسلحة الأجنبية من الخارج إلى ليبيا، وكيف أنها تطول أمد النزاع بين الأطراف المتقاتلة بالرغم من الحظر الدولي على الأسلحة وفقا للقرار 1970 لعام 2011. كيف يمكن التعامل مع هذا الجانب، التسليح الخارجي الخارق للقرار 1970؟ ده من العناصر الهامة جدا بالتأكيد، أنه توفير السلاح ووجود هذا السلاح في أيدي ميليشيات غير منتظمة وغير نظامية لا تخضع لسيطرة أي جهة حكومية أمر خطير، ويزيد من عدم الاستقرار ويزيد من محاولة هذه الميليشيات فرض إرادتها على مؤسسات الدولة. هناك مواقع تم فيها رصد وتصوير بعض الأسلحة التي ترد إلى ليبيا، لكن حتى الآن أستطيع أن أقول أنه ليس هناك إرادة دولية كافية لمواجهة مثل هذه التدفقات. قطر، هل هناك من أي دلائل على أي تحلحل أو انفراج لإنهاء الأزمة بين الدول الأربعة وقطر؟ ليس للأسف هناك أي دلائل على ذلك، ونتصور أنه استمرار عزوف قطر عن تناول المشاغل ال13 اللي تقدمت بها الدول الأربعة واستمرار النهج والسياسات التي تستهدف الشؤون الداخلية للدول الأربعة التي تعمل على زعزعة الاستقرار بها، التي تحتضن قيادات لتنظيمات متطرفة ومناوئة لهذه الدول، كلها أمور في الحقيقة تخرج خارج نطاق العلاقات بين الأشقاء العرب وما يجب أن تكون عليه من تضامن وتعاون. نحن في نفس النقطة التي نحن بها، ونأمل أن يحدث تغير إيجابي يراعي فيه السياسات القطرية مصالح المجتمع للدول العربية والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة. هل توقفت الوساطة الكويتية؟ المقدر جدا سمو أمير الكويت والجهود التي يبذلها في إطار لم الشمل العربي والتضامن العربي، وهي مبعثها الاقتناع الراسخ لديه
بقوة تضامننا وما نستطيع أن نفعله. ودائما نحن نتقبل من سموه ومن الكويت كل الأفكار المطروحة، كل الجهد، ونأمل أن تكون جهود موفقة وناجحة في إقناع السياسة القطرية لتتغير وتكون سياسة متوافقة مع المصالح العربية. هناك حملات تحريض إعلامية تشن مؤخرا خلال اليومين الماضيين، مدعية أن هناك حراك شعبي وثورة في مصر، ما مدى صحة هذه الإدعاءات؟ نحن نترك لكم، وأنتم متواجدون في القاهرة بكثافة ولديكم أطقمكم وتعلمون جيدا هذا الترويج الباطل الذي تم في بعض وسائل الإعلام وذكرتها هنا في الجزيرة. إذا كانت تعبر عن شيء فتعبر عن حقد دفين في الحقيقة، أن يلجأ إلى صور من 2011 ويحاول ترويج لأمر ليس له أي وجود. الإرهاب الخارجي الذي تواجهه مصر والموجه ضدها، من أين يأتي؟ من أين يمول؟ كيف تواجهونه؟ دي نفس الأسئلة اللي نطرحها دائما، ونستغل فرصة الشق رفيع المستوى في الجمعية العامة لإثارتها. بالتأكيد أنه هذا التحدي وما نرصده من تنامي المخاطر المرتبطة بالإرهاب والانتشار، بالتأكيد أنه العراق حقق إنجاز ضخم في التخلص من العناصر الإرهابية اللي استحوذت على أراضيه، ولكن للأسف هناك في سوريا لازال عدد وفير من العناصر الإرهابية المدربة المسلحة اللي اختبرت القتال ومارست الأعمال البشعة لمدى سنوات، والآن هي تنفذ من خلال أراضي، من خلال قنوات بحرية، إلى الساحة في ليبيا، إلى الساحة في الساحل والصحراء. وهناك انتشار لهذه الظاهرة واستهداف للمواطنين الأبرياء في عديد من الدول الأفريقية. بالتأكيد أن هؤلاء يحصلون على موارد ويحصلون على دعم ويحصلون على غطاء إعلامي من ذات القنوات اللي تحدثنا عنها في الترويج لفكرهم المتطرف. سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأتمنى لك كل التوفيق في هذه الدورة للجمعية العامة، وأتمنى لمصر وشعبها الخير والأمان. شكرا جزيلا. وهكذا وصلنا مشاهدين الكرام إلى نهاية مسيرتنا في الشارع الدبلوماسي لليوم الأول من تغطيتنا الخاصة للدورة 74 للجمعية العامة. نشكر لكم كرم متابعتكم. هذا طلال حاج وفريق البرنامج في نيويورك ودبي، نستودعكم، وحتى نلتقيكم غدا وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله.